فلنتعظ قليلا. قيل له: كيف انتظمت في صلاتك؟ فأجاب: أيقنت أن لا أحد يقبل لقائي 5 مرات في اليوم بجميع حالاتي، سعيدا، حزينا، مكسورا، ضعيفا، قويا، سوى أرحم الراحمين. قيل لابن سيرين حينما خسر ثروته: خسارتك عظيمة. فقال: هذا ذنب أنتظر عقوبته منذ 40 سنة. فسألوه: وما هذا الذنب؟ قال: عايرت رجلا وقلت له: يا فقير،